داوت عن بشرافد خكمة من نيشاند شواقد هيمانوثة وددويثة مارن إيشوع مشيحة بأن يماثت خراي ومن يعني كبيرة من ناشد حرق من كثنافد مريا ولقبيلة بعد. أوكي بس مجانا شكرا خاثي روا وقاخر تبتاننا دمرنك شكرا أخواني قاشة داويث وأخواني ميقرا أيضا سمير وكل أخن أختن خزايا عزيزة أخني داها وخم محكوي بسورة صدا هذي شكل خلاحتا بسورة ليلة عربي أوكي سو دو دميرا أنه موضوع إديو خرزة ديا بحد إنذارات الآلهة من أزمنة والارتداد ومقاومة الإيمان. الارتداد ومقاومة الإيمان يعني ميلا معنى الارتداد يعني التمرد ميلا التمرد أو ارتداد معناته أنه شواقد أرخد آلهة وإزالة باء أرخاث خنت سطانة. أوكي هذه معنى الارتداد جو إيتا ها هذه بس موضوع التعلاقة بإيتا وكثير وقديش أنا لم غزيلي خرزة بأول بالقصة أنا واثقين أنه قاشة داويث وأخونا سمير وآية أنه محكي لهم كبيرة بحس آيات وموضوع الارتداد وإلى آخره يبقوا إيتا وإيتا ثديا مو يعني قصدي ديا السورة إيتا ثد مشيحة بعلمة كله سو أنا كبدا من باختصار كمقدمة دو دميرخ أنه مدخل أنه ارتداد خامنئي كمريلة على مثلا موضوع التمرد أوكي خلك كيف التمرد كيف التحدي ميل التمرد يعني كوز تحدي خابد أوس تحدي وبتقايم درق الشلطان دالها أو درق الشلطانة رابع طبعا درق الشلطانة ما هادك ثأو قديشة وغالبا يعني عادة أث موضوع التمرد أوكي إنه معناته ولما إنه أنا وبرفاض الشلطان الآلهة وأوامر ديه وأنه هذه طبعا قلت ثأو قديشة كمري هذه عصايا الآلهة دغد مثلا على سبيل المثال يلا عصوطة يلا عصوطة طمل درق الشلطانة بابح أوكي فمير أنا لبش كبن تتبشن أمك أنا كبن زالي غذلك ذكرتها أني ديلي بواذا أثمن دي خاصة ريشان أنا لازم المحكم بحس ناشا عامة أني يعني همن يعني معقب مش مقصص لي آلاء يعني دمر حقيلة بس ليلة ديجو ريشان أنا كبن بس إديو بس محكثة تدم رجزن ريشانة كدين من الريشانة ريشان يعني قمايا بأني دخشوي بجني أنه أني أنجوي لايلي وبتخازت مثلا جو برامج التلفزيون وكتخا إت مثلا أسرة ألب جو إيتا ديع خمشاسر ألب خكبة مني طلافي ألب أخذ جو خاصا جو غرب يعني أوكي إثن خامني ولو يعني سيقة من شو إي ألب كتخو شابة وأني بقيامة درق لد آلها وأخذ جو كبريلة جو يعني prosperity gospel يعني إنجاليون أني بقيامة درق لد آلها لو يعني تمرد إلى أي ميلة أي ارتدادي له ارتداد ميلة أنه تدآنة تتشوق الشوق أرخد آلها أرخ عدلتا شوق تثاود آلها وتدم شعر بواد خمن دي خنة خاثة درق لد آلها سو ان تو شوي الف كنت خشابه بيثايا هاي اني اولو كبير مشكل شيفانيل هذه تتقايم درق دالا سو انا تعالي دي محكم او حتى بابا دهد الزونا هم نفسي زيل المحكم ولو ختمة من اخنواثن وخثواثن قاثوا لقاي ربما بده جرح لبوخن بس انا وانا محكوي حقوثه لان محكوي من جيبي وأنا بدم صالن طالح تدار مأث أرخى بشتا دي اللي بزالة بقاوح قاي بيد والبقيامة درق البقداند آلها ودرق البقداند كثاوة قديشة أوكي سو
من دخلنا كبنتد أمرن أنه على سبيل المثال أني إنجيليين أو أي لتي علاقة أنا ده جو قضية طائفية أنا وأنا محكوم بحش آلهة وسطانة بحش بهرة وخشكة بحش تباعد دمشيحة وقيامة درقل دمشيحة بحث كثاوة قديشة وكثوان خنط سطانة من ضمن دي هي قرآن أو من دان الخنط سو ميلا مشكلة ديخ إلي بقيامة درقل دلا ديخ بريلا يعني أذكر ليلة بإنجليزي أبوستاسي أبوستاسي يعني الارتداد ولا طبعا دود ميري قاشا وطلطني أنه أنه ولكثوتا قوكثا وقديشا هم قو عدتقتا وهم قو حددتا أنه بيوماثا خرايا بدبار ارتداد ناشب شوقي أرخا ناشب شوقي توديثي ناشب شوقي همانوثي وبداري بزالي بتبي سطانه وروحاثا بيشا ودغدي دها دين محكوي الله ميلا نوع دقاليون دي اي دي لهم محكوي يعني لهم وروطا او قدر قوطان دقلوة دغدي كبمنق يعني بألباي كد خوشابة مثلا انقاليون دي اي ولوي ذا كلش خفيف بغلقاثا اوكي يعني كارزوثا دي اي او غيمانوثا دي اي على سبيل المثال ادتوخ مثلا خا غلاس دمرخد وود بصلات بقلابة بقاوح اورنج جوز اوكي عصير برتقال اوكي فاندارت مثلا بلقح بلقد غلاس او ثلاث اربع غلاس وتمامتها بد مالت ماهي كم خفتك بش الخفيف كلش بغضقاثة طمع زلة عليلة اورنج جوز اوكي فاني ما كمميرا انه اني كمري لشمي يعني prosperity gospel and ثانيا لك محكي بحس تياوثا تياوثا ليث لك لك شمت لك لفظي لتياوثا لك يعني باختصار كبه تدم امري تأرودي هذا شيفان بيش هذا شيفان الدقلة هذا ملبان الدقلة هذا خنوية دقالة انه اول مرة تلاميذ عمد هي او ايتا دي هي او ان الباي كتخو شابه انه بمارخخ من ديانة انه او قدرة اروة تتبصخي انه ليه دعي انا ده التتاون ليه دعي انا أن يعني ليه المشكلة انا ان تي 20 مليون او 20 مليون ودلياون هم فلسخة انه ابت لك محكي بث من دي بس تتشاوق لي بصيخ هذه لا بلاطة من أرخة ومن دعنا خلنا مثلا لك محكي حتى بحس أصلا ودمشيحة بحس إيثاي دمشيحة قاخرتا بحس دينونة دمشيحة إيمن زي الباري لا أني بتزدي ونزديلي دي بلطي بطردخ بشوقيلي ونبلطلي خابيا من خنا وأنا سمعتي وشهرة دي وإمكانيات دي وباري ونجاح دي وعلم دها كل حوالي أنا وان بغداما آلها ديخ بسبضن أثمن ديانة الشوق من تدم برب زن أروى إيش علاج بيلي تدم برب زن كبيلي تدم جمع أروى أي ما عدا طبعا يعني هيرسيس أي شهود يهويلي وأني مورمان سيلي وأني لكذن ما هالساي كريستيان ساينتس سيلي وأني إيت هذا يعني بشوء لا قرير ولا خميمة النص أنا قد حالي أوكي هاي عندي لي أني وما ثخراي بالضبط دغد وبريلا جوزون بني إسرائيل وبصرديخ إن أنت الوقت بن محجن إن أنت الوقت ما لازم غير يومه أنه أمثلة قوية من بني إسرائيل من كهنة رابة من رجال الدين رابة ومن خنة دي لمسؤولين رابة ما وذلة جو عهد القديم جو عتقتا اوكي فان بريره مجال بدمحكن الا لا خامني مسامح لي انه وي شمح نويه هوشع اوكي اي خلصت حليته لا anyway التمرد يعني دمرا انه خطيثة وآذي معناه حوالي ما التمريه ماري انا كبنخ بس انا دمنخ عدولة انا كرب ذنخ عيتتها وتملكه طالي اوكي و
anyway, يعني من دي أنا كبيرة لقى أصنقطة نقطة خرطة يعقوب أوكي يعقوب دي قارن لقى عربي أكلا أكلا يعقوب أوكي كيمر إخواني وأخواتي إذا ظل واحد منكم عن الحق وأعاده شخص ما تذكروا هذا من يرجع خاطئا من ظلال طريقه فإنه ينقذ نفسه من الموت ويغطي عليه على كثرة الخطايا okay. so, معناته كل آني ريشانة غربيين أو بابا أو خلنا أنه آني دمصالح طليت الضعري okay. بس من دوما رخنا أنه كثابة قد شكيمر هذا خاء لزيل ضعر لزيل تاو لأنه بثر ما دطميلة نعمد على وبثر ما دوزيلة حبد عليها وبصخبثد عليها مبلة مبلة رحوقة أوكي كأنه خان ناقل من عمارة ومبلة تيه أوكي وليس الله مصعد ولا دروافع anyway أنا بتكلم آخر وبدي شوقنا تمام تروى أن التجول لولا تفضل